أقام أهالي العزيزية التابعة لمحافظة واسط مواكبهم الحسينية هذا العام من أجل التوعية وتشجير المدينة. أما في بغداد فيطالب سواق شركة تاكسي بغداد التي أنهت الحكومة عقدها مع مطار بغداد، يطالبون بإعادتهم إلى الخدمة وتثبيتهم على ملاك الدولة. ما هي الرسائل اللي تحملها عملية تشجير الشوارع من قبل المواكب الحسينية؟ وكذلك من جانب آخر، ما هو مصير إنهاء عقد مشروع مستثمر تاكسي بغداد ومصير العاملين في هذا المشروع؟ هل تستجيب الحكومة لمطالبهم؟ أهلا بكم مشاهدي الكرام في حلقة جديدة من برنامجنا استوديو الناس. أهالي بلدة العزيزية التابعة لقضاء واسط، مواكبهم الحسينية في هذه السنة حولوها إلى عملية تشجير الطرقات. هذه الحملة جاءت كتوعية وكدعم للشوارع وللبلدية في تلك المحافظة، لأنه الأشجار قليلة والتصحر كثير ودرجات الحرارة مرتفعة، وهي فكرة جديدة ربما بسبب أنه هاي السنة لن توجد هناك الكثير من المواكب، الطرقات مسدودة، وكورونا يعني مثل ما نقول سوى فلش الدنيا بين قوسين بالعراق، خاصة لأنه الأعداد ترتفع بشكل كبير. هذه الحملات يعني الكثير من الشباب دعموها، وكان هناك كثير من الناشطين روجوا لهذه الفكرة لأنه فكرة جميلة. الآن أن تقوم بعمل الخير ومجانا وتطوعي فهذا شيء جميل. ينضم لنا طبعا من هذه الحملة، حملة التشجير، أحمد ثامر حمدان، وهو منسق حملة التشجير. مرحبا بك أحمد. أهلا وسهلا، أنا مرحبا بكم وقناة الفلوجة، أهلا وسهلا بكم. حياك الله أحمد. يعني هاي الفكرة شلون يعني تطورت عندكم ونفذتوها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الفكرة هي مو وليدة اليوم، طبعا هي الحملة مالتنا وموكبنا كان بالأزمة كورونا بترك المساعدات بدل الأكسجين، لكن ارتأوا الشباب من أهالي الحسينية بأن فكرة إيصال أو تحويل الموكب وإرادات الموكب إلى زراعة الأشجار كما زرع الإمام الحسين الإصلاح وفي نفوسنا، فإحنا بدأنا بزراعة الأشجار. زين أحمد تسمعني؟ أي أسمعك. أي هذا يعني حملات التشجير، يعني أخذتوا مثلاً موافقات من البلدية وإلا هي مشروع تطوع ما يحتاج موافقات؟ أكيد أكيد، لا ما ننسى الصراحة دور إدارة المحلية في العزية وبلدية العزية وبالخصوص قسم الحدائق والتشجير بالمساعدة والإمكانيات وتوفير الآليات والمساهمة في الزراعة. الشباب ساهموا بأموالهم بشراء الشتات، بدأت الشتات يعني من بدايتها من 50 قطعة إلى 500 إلى 1000 قطعة، لكن الحمد لله المجموع بدأ يتوسع إلى مليون شتة. زين في محافظة واحدة مليون شتة، هاي زرعتوها لو تحاولون توصلون للمليون؟ خلال المحرم إن شاء الله راح تنزرع المليون شتلة في واسط. جميل، وهاي جاهزات، هي فقط يعني العمل مستمر بها؟ أكيد أكيد. أي. إن شاء الله، يعني الصراحة الفكرة صارت حلوة وشيء جديد. جميل، الأهالي ساهموا ويانا، يعني قام صاحب المنزل يجيب شجرة يساهم بها يزرع قدام بيته، حملة صارت وطنية نسميها. طيب أنت واقف في أحد الأماكن اللي يمكن يعني كان لكم بصمة بها؟ أكيد، هي أحد الحدائق اللي
مشتركة ما بين بلدية العزية وشباب العزية. زين. طبعا الفكرة به هي تحويل مكبات النفايات الشوارع اللي مدمرة إلى حدائق. زين. بدينا نستغل هذا وشوف، واكو استجابة من المواطن ويانا الصراحة. نعم. طيب هذه الأفكار راح تطوروها مستقبلا؟ يعني عندكم مشاريع أخرى راح تنبني من خلال هذه الفكرة؟ أكيد والله، هو اللي مشروع يبدأ ب قلت لك بشتلتين أو عشر شتلات ويوصل للمليون شتلة، إذا هاي الشباب وهاي الطاقات بس اللي يحتاجها هي أكيد الدعم الحكومي، توفير الآليات، الدعم لهاي الشباب. زين، هاي يعني المبالغ من وين جمعتوها وجبتوا الشتلات؟ اللي مبالغ اكيد هي اللي قسم منها اللي للموكب الحسيني. أي. الناس صراحه يعني مثلا عند الثواب الوالده او الثواب الاهله قام يتبرع بها بشتره، هاي جميل. فد شيء حلو. جميل. اي لان هي تعرف صدقه جاريه الصراحه. زين، بالتاكيد. شنو يعني هذا الشعور؟ يعني اريدك توصف لي الشعور اللي انتم بيه الان. يعني خلي لنقول في وسط تخاذل حكومي، ما اريد كل شيء ندب على الحكومه ولو هذا شغل الحكومه وشغل البلديه، بس الشعور اللي انتم الان يعني دا تحسون به شلون ممكن توصفه؟ انت الان دا تحول منطقه من منطقه ما بها اشجار، من منطقه يعني ياكلها الحر وقت الصيف، باشر عقبه بس تنمو هاي الاشجار راح 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 تخفف من الحر الموجود بالمنطقه. والله الصراحة يعني الشعور هو ما ينوصف، وبالخصوص عند الشباب والقسم التشجير والبلدية في العزية الصراحة. يعني الشجرة اللي نزرعها كأنما نزرع الحياة، يعني جميل. شلون نقول احنا بدأ الأمل أو صناع الحياة إن شاء جميل. الله. دا يتطور الموضوع إلى مواكب أخرى؟ يعني شفتوا أكو ناس غيركم شجعوا على هذا الموضوع، قالوا والله إحنا راح نسوي مثلكم، راح نقوم بعمل آخر مو إلا تشجير. اكيد يعني اللي هو قضاء العزيه الصراحه بالخصوص هذا، يعني انا دائما اسميه ايقونه العراق. مواكبه هي مو مثل ما يتصور البعض. المواكب الحسينيه هي مساهمه في بناء منازل الفقراء، جميل. نقل الاكسجين، تكونت يعني عندنا من المواكب الحسينيه خليه الرحمه خلال الحظر، غذت الاحياء الفقيره المساكين، ما خلت يعني طيب خلينا نحكي عن خلية الرحمة بعد شوية لو سمحت أحمد، بس خلي أنتقل إلى محمد سليم وهو مشارك في حملة التشجير. مرحبا محمد. أهلا أهلا بك أستاذ، حياك الله محمد. يعني شنو شعورك وأنت تزرع هذه الشتلات اللي مستقبلا راح يعني تأثر بشكل كبير على جمالية المنطقة وكذلك على الحر الموجود؟ في البداية نحييكم على تشجيعكم المعنوي للحملة اللي صارت بقضاء العزيزية اللي هي حملة تشجير، ونتأمل منها مستقبل زاهر ومنظر جميل يليق بقضاءنا ويليق بمحافظتنا الحبيبة ويليق بأهلنا وناسنا، وكنا فخر وراحة باتجاه قيامنا بهذا العمل اللي الكل شجعت عليه والكل آزرت عليه، والشباب بدون كلل أو ملل متواجدين بساعات العمل أو أثناء الحملة أو أثناء أي شغل يخدم القضاء والناس البسطاء داخل القضاء. طيب يعني خلينا لو تحدثنا عن نقص الخدمات في القضاء، قضاءكم العزيزية أو في أقضية أخرى، شلون ممكن هاي حملاتكم إنه تسد النقص الموجود بالخدمات؟ نقص الخدمات بالقضاء مثل ما تفضلت موجود بكل أقضية ونواحي البلد، وخصوصا قضاءنا قضاء العزيزية. نقص واضح وتلك من ناحية الخدمات خصوصا الدوائر الخدمية، لكن أنت اليوم شوف الشباب لهم دور فعال بقيام هكذا
اعمال طيب داخل مثل القضاء، يعني مثل ايش الشباب. الخدمات المنقوصة في قضائكم اللي الشباب والمتطوعين يقدرون يغطون؟ يعني مو شرط انه نعتمد على البلدية او على المسؤولين على القضاء. جميع الدوائر الخدمية يوجد لك في عملها، والشباب جاي يسد هذا النقص من ناحية التأجير، من ناحية غرف الأرصفة، من ناحية حتى أعمدة الإنارة داخل القضاء. الشباب جاي يناشد الجهات المعنية حتى يقومون بإصلاحها. جميع الجوانب الخدمية الشباب داخل القضاء هم متعاونين، نعم متساهمين. نعم، إلى أي مدى نقدر نقول إنه هاي حملتكم شجعت حملات أخرى ومواكب حسينية أخرى في بلدات وأقضية من واسط إنه يعني تعمل نفس عملكم؟ حالياً بعد ما وصل صوت الحملة الأكثر عدد بمناطق البلد، أصبح التواصل مع غير مجاميع، نعم، من غير أقضية ومن غير نواحي، وسلك نفس هذا الطريق، نعم، بتشجيع ومبادرة شبابية، وطبعاً لاقت مقبولية واسعة عند الشباب وحفزت البقية على العمل بهذا الجانب. نعم، الحمد لله. تتطور هاي المواكب الحسينية، ممكن يعني يصير عملها مو فقط خدمة الزوار، ممكن يتطور عملها برأيك؟ ممكن يعني لو تحدثنا بهذه الطريقة انه ليش فقط مثلا المواكب الحسينية لخدمة الزوار، لا خلينا نوسع، طالما هي تطوعية، طالما الناس اللي ديجون على المواكب ما ديجي بفلوس، ديجي من نفسه وديتطوع وديخدم، نقدر ننطلق من هاي الفكرة الى افكار اكبر؟ اكيد اكيد نقدر ننطلق، والحملة اللي قام بها شباب القضاء هي كسر للنمطية، انه تغيير نوع الخدمة من جانب إلى جانب آخر. هاي حفزت الشباب داخل القضاء خصوصا وخارج القضاء أنه يتخذ غير مسلك للخدمة الحسينية، وإحنا نتبارك بها بأي مجال أنه ينفع الصالح العام، لأن هي قضية الإمام الحسين قضية للجميع، قضية زين. خدمية، قضية إصلاحية، قضية توعوية. نعم، هذه الامور والقضايا اللي تحدثت عنها، خلينا نخصص موضوع التشجير في المدينه، حدث فقط هاي السنه بسبب كورونا والا انتم كل سنه عندكم فد عمل اخر؟ لا، الاعمال والفرق التطوعيه داخل القضاء بكل ازمه بكل وقت بكل مكان هي موجوده وفعاله ومساهمه داخل القضاء. نعم. إن كان وقت الجائحة أو قبل وقت الجائحة، الفرق التطوعية وشباب القضاء اللي أشوفه واللي ألمت عندهم مستمرين بإعانة العوائل، تنظيف الشوارع، مو فقط بشهر محرم، دور الشباب فعال على طول السنة. نعم. لكن في محرم شوية يصير حافز اكثر لبقيه الشباب انه يشاركون بهذا العمل، لكن الفرق التطوعيه موجوده داخل القضاء وبشكل فعال. نعم. في جميع المجالات. نعم، شكرا لك محمد سليم، مشارك في حمله التشجير من واسط. ارجع للاستاذ احمد ثامر حمدان، منسق حمله التشجير. استاذ احمد، يعني قبل شويه تطرقت لموضوع خليه الرحمه، قلت انه هي انبثقت عن المواكب الحسينيه، بالضبط عمل هاي الخليه شنو؟ خلية الرحمة تكونت من مجموعة من الشباب ومواكب العزيزية، وصلت رسالة بأن التكافل الاجتماعي وهذا الرسالة الأخوية ما بين الجار والمنطقة، إيصال المساعدات، والحمد لله ما يعني ما أي منطقة وصلناها الحمد لله، هاي خلية الرحمة. نعم. اللي هي توزيع المساعدات على نطاق واسع من القضاء وأرياف القضاء. نعم، هذه خلية الرحمة إلها يعني وجود تواجد في محافظات أخرى ولا فقط في واسط؟ لا أكيد موجودة بكل المحافظات. تعرف أنت الجائحة اللي صابت العراق، نعم، تعرف واكو ناس هواي يعني عايشين على قوتهم اليومي، فهنا تسبب صراحه خلال الحظر التجوال اللي هو
يعني امتد لمدة شهر أو أكثر، سبب عندنا يعني مشكلة عند الناس. فالحمد لله الناس بالعزية كاتفت، كونت هاي الخلية الرحمة. وطبعا اكو مو بس خلية الرحمة، اكو فرق تطوعية، اكو ناس خيرة ساعدت ورفعت الكاهل عن هاي الناس. زين، الأعمال التطوعية برأيك كيف ممكن نطورها وكيف ممكن نوصلها للشباب بأنه إلها قيمة مجتمعية وكذلك أجر، بدل يعني ما نتحدث عن كل شيء نعمله لازم ناخذ عليه مقابل فلوس أو راتب؟ طبعا الشباب اللي طلعوا ويانا واللي بالحملات واللي اشتغلوا بكل الاعمال اللي هي، طبعا انا حكيت لك هي ما تختصر على محرم، هاي اعمال صح، سنوات، يعني هذا التنظيم صار له سنوات، هو تنظيم خيري انساني بدون انتماء. فالحمد لله اللي اشتغلوا بهذا هم ما يفكرون اللي غير مصلحة الوطن فقط وعانة الناس. زين، ممكن نقول انه المواكب الحسينيه ممكن تكتسب هويه جديده في السنوات القادمه، لا يقتصر فقط دورها على خدمه الزوار، ممكن يعني مثلا تتطور تصير منظمات مجتمع مدني، يصير دعمها اوسع، هي تصير يعني تنتج اشياء اكثر. الصراحة منظمات المجتمع المدني هي تخدم مواكب، وما نقدر نقول ما المواكب تصير منظمات عمل، تعرف الارتباط الديني واحد صح، والارتباط والاجتماعي واحد. المواكب الحسينية الصراحة اللي يعني ما ياخذون عليه بأن هو ما وهي، لا حسين اصلاح لسنوات. يعني احنا من المواكب الحسينيه اللي اذا عدد لك الفقراء ان اعداد مو بس محرم، كل السنوات اللي سابقه نعم، مساعده الفقراء بالمواد الغذائيه، تحويل الطبخ الى مثل صرنا اليوم زين، اتذكر هذه المواكب استاذ احمد اللي اللي تحكي عليها جنابك، هل هي مرتبطه بمؤسسه بمنظمه اكبر، والا هو فقط تجمع شبابي يقرر ان يسوي موكب حسيني بذيك السنه ويستمر اذا قدر يستمر؟ لا هاي مواكب، مواكب مناطقي، يعني مثلا منطقة حي العربة هي بها موكب، اي بها ما اي يرتبط أي ارتباط للمدينة. اي اللي انطلق الحمد لله أهل العزيزية في مدينة الكرم والعطاء، ما مخلي يعني موكب ويعني مساهمة ناس. صراحة أكو نعم، مساهمة حتى الموكب اللي يجوز يعني يقل المؤونات يجي الموكب الثاني يعينه. فالمحرم السابق طولت المواكب الخدمية، يعني تنظيف المناطق، غسل المناطق، هاي المحرم السابق. السنة تطورنا إلى وإن شاء الله طريق الإمام الحسين في الإصلاح إن شاء الله يتطور أكثر بعد والأفكار أكثر. نعم، شكرا جزيلا لمشاركتك ويانا أحمد ثامر حمدان، منسق حملة التشجير من واسط. أهلا بكم مشاهدي الكرام من جديد. بعد ما أنهوا عقود شركة تاكسي بغداد، السواق قعدوا ببيوتهم والآن هم بدون شغل، فقرروا أنه يسوون اعتصام ويظهرون على هذه الحال، لأنه الآن هم بلا معيل بلا شغل، أهاليهم بلا معيل وهم بلا شغل، قاعدين ينتظرون شو وقت يصدر بهم قرار، لأنه شركة كبيرة كشركة تاكسي بغداد الكثير منهم اعترض على هذا القرار، لأنه قرار مثل ما يقولون صدر بشكل مفاجئ وما تم نقلنا إلى مؤسسات أخرى. خلينا نتابع مناشدتهم اللي دزونا اياها عبر قناه الفلوجه. مشروع تاكسي بغداد، احد سواق مشروع تاكسي بغداد، وهاي العالم متظاهره اليوم قدام الوزاره والناشد رئيس الوزراء والناشد الجهات المهمه. انا اشوف حيل لهاي العالم، العالم هاي داومت 5 سنين ايرادات وضحايا
وانطينا ما انطينا وبالتالي ما تالي يقولون روحوا للشارع لا حل ولا شيء. وهسه الشركه سياراتنا موجوده بيها هناك نايمات بالشارع الله وكلكم خايسات، لا حد ساعد بين ولا ما يحزنون، واحنا نريد حل من رئيس الوزراء من الوزير رحم الله والديكم. عمي شوفوا لنا حل، عمي هاي العالم راح تموت، صارنا اسبوع هنا نايمين بالشارع وقبلها ست شهور يوميا نروح ونرجع، كتابنا وكتابكم، كتابنا وكتابكم، عمي شوفوا لنا حل رحم الوالديكم. طبعا دول السواق توجهوا الى المسؤولين والى النواب، لكن مثل ما يقولون انه واجهونا بالقوام العشائريه، خلينا نتابع. نحن سواق تاكسي بغداد لدينا 5 سنوات خدمه في مطار بغداد في مجال نقل المسافرين والوفود. كنا مع مستثمر والامور تسير في الامور الطبيعيه، نستلم راتب حوافز الامور طبيعيه وما عندنا شيء الحمد لله رب العالمين. بعد ان انتهى عقد مشروع تاكسي بغداد تم فسخ عقودنا وطردنا للشارع. رحنا قابلنا المسؤولين، قابلنا السيد المدير العام مع شركة النقل العامة للمسافرين والوفود، استقبلنا رجل أكثر من مرة، اتفقنا وياه ما وصلنا إلى نتيجة، لأن كلها وعود تأجيلية يوم بعد يوم. رحنا ناشدنا بصحيفة البينة هاي في زمن الحكومة السابقة عادل عبد المهدي، ودينا نداء استغاثة واستنجاد إلى السيد الوزير عبد الله العابي وإلى السيد المدير العام نقل المسافرين والوفود. قلنا لهم بوية افزعونا، احنا الفقراء، اكو فساد علينا، اكو ضيم جاي يصيبنا، افزعونا، اكو ناس مفسدين جاي تفتفز بينا، افزعونا، قابلونا، خندليكم على الفساد وين. بدل ما يقابلونا ونسولف لهم على المفسدين ويحققون بالموضوع، لا، السيد عبد الله العابي اكتفى بالصمت والتجاهل التام. طبعا وبالمناسبة السيد المدير العام يروح يودينا قوامات عشائرية ويهددنا بالقانون، يقول احنا القانون بجانبنا، احنا شعب، وزارة النقل ملك للشعب مو للمسؤولين، كل الوزارات ملك للشعب مو للمسؤولين الفاسدين. يودينا قوامة عشائرية ويقول اقاضيكم ويقول كذا وكذا. نعم، اذا كنا موجهين اصابع الاتهام لك شخصيا لك حق، لكن احنا ما موجهين اصابع الاتهام لك، احنا جاي نطلب النجده منك. بدل ان تقعد وتسمعنا تودينا قوامات عشائريه وتهددنا بالفصل، تهددنا بالاستبعاد عن التعيين، هذا ظلم. نوجه نداء استغاثه الى السيد الكاظمي، يا سيد الكاظمي، يا نصير المستضعفين، يا نصير الشعب، يا نصير الفقراء، انظر الى اخوانك بنظره رحمه، انظر الى اخوانك بنظره رحمه. اليوم المسؤول العراقي يخاف على عائلته وعلى نفسه بس من شيء واحد، بس من كورونا، لكن احنا الناس الفقراء نخاف على اهلنا وعلى نفسنا من كورونا ومن الجوع. الله اكبر، ما اريد شيء عمي، لا تعيين لا راتب، انا اشتغل، انا اقدم ايراد، انا اعطي ايراد للدوله، انا اتحمل مسؤوليتي، بس رجعني للشغل، لا اله الا الله. طبعا حق الرد مكفول لكل شخص ذكر اسمه في البرنامج او سيذكر. الناس وبعض السائقين ذكروا انه سياراتهم الى الان مركونه في المطار وهم بدون شغل، خلينا نتابع. احنا نطالب باعادتنا للعمل بسابق ما كنا، اليوم احنا اجى عبء على المسافر، المسافر كنا نقله ب 5000 الان المسافر ب 10000 ونقله صعب. احنا هاي هسه بالنسبه لنا نحس بيها ظلم على المسافر وعلينا. احنا بالنسبه قدمنا ايراد خلال 5 سنوات، قدمنا 55 مليار، وبالتالي اليوم الشركة منهكة، الشركة لحد الآن إيراثها باليوم 500,000 دينار. أنا جاي أقدم أنطي للدولة باليوم، كنت أنطي مليون كنت أنطي أنا كفرد. اليوم هسه تروح شوف الإيراد، أنتم كإعلاميين كنتوا تبحثون على الموضوع وتشوفونه، الناشد رئيس الوزراء والناشد وزير النقل هم السلطة الأعلى الآن. إحنا مظلومين وهاي حقوق ناس، احنا قدمنا نريد حقنا من ذولي، هذا اللي نطالب به. عباس الدراجي وعلاء الحيدري ممثلين عن تظاهرات سواق تاكسي بغداد، مرحبا بكما. خليني ابدا ويا عباس. عباس، يعني قرار التوقيف كان مفاجئ بالنسبه لكم، يعني شتوا تتوقعون انه لما يتم توقيفكم راح تتحولون الى مؤسسات اخرى؟ السلام عليكم استاذ محمد وعلى مشاهديك وعلى قناه الجلوزه، قناه الفقراء المستضعفين. يا هلا بك استاذ محمد. اول هذا القرار اللي صدر بحقنا قرار مجحف حقيقه. نعم. نحن قدمنا ما قدمنا من ايرادات الى الشركه العامه نقل المسافرين من إيراد ومن سمعة ومن خدمات المسافرين. زين، هذا اللي قدمناه طيلة 5 سنوات
نحن عملنا عمل بكفاني وإخلاص، لكن هذا القرار المجحف بحقنا بدون استماع إلى طلباتنا، بدون ما سمعوا من هاي الناس المظلومة، صراحة يعني عجبنا، طرقنا كل الأبواب، وصلنا إلى وزير النقل وجلسنا معه. الرجل صراحة كان متعاون معنا، لكن ماكو حقيقة، ما وصلنا إلى ما أريد يعني. زين، هو متعاون لكن القرار إجا بإغلاق الشركة، يعني شلون يريد يتعاون؟ يرجع الشركة؟ أستاذ محمد صراحة الوزير كان متعاون، لكن الأخوة اللي هم الإدارة يعني المدير عام يعني وكيل الوزير صراحة ما أعرف عندهم فد مأرب آخر، يعني أكو تكالب على هذا المشروع. صراحة يعني إذا أكو قطاع خاص يقدم خدمة للمواطن العراقي ويشغل أيدي عاملة يعني ما يقارب 500 وما فوق من أيادي العاملة، هاي هسه اليوم كلها عاطلة عن العمل، عوائل انتهت. أستاذ محمد، يعني شنو تقصد المدير العام وباقي الناس لهم مآرب أخرى؟ يعني هل كان هناك من ضمن مشروع بغداد سرقات تصير ولذلك السبب سكروها سدوها؟ أستاذ محمد، نحن تعرف يعني كنا نعمل بصمت، يعني ما كنا ندخل بأمور، لكن اللي يوصل لنا أكو ضغوطات، أكو كانت على هذا المشروع، أكو كانت يعني يردون فد أموال من هذا المشروع. زين. صراحة إحنا ما كنا نعلم بيها، لأنه تعرف إحنا اليوم علينا نأدي واجبنا نوصل المسافر. زين، سمعة طيبة. هذا اللي كان أنتوا أستاذ عباس تعييناتكم تعتبر على وزارة النقل، يعني أنتوا موظفين رسميا على وزارة النقل؟ أستاذ محمد، إحنا حسب ما العقد اللي أبرم مع شركة، صراحة ما كنا نعرف أكو مستثمر ولا كنا نعرف أكو شركة تاكسي بغداد. إحنا العقد اللي أبرم مع شركة نقل المسافرين والوفود. زين. العقد اللي وقعناه مع شركة نقل المسافرين والوفود. زين. هذا اللي صار. بعد ذلك تفاجئنا إنه اليوم بعد ما جلسنا مع المدير عام ومع وكيل الوزير يقولون بالنسبة لكم ما أن أي سلة معكم ولا نعرفكم ولا ياب. إحنا كنا نعمل 5 سنوات وهاي الإيراد اللي جاي نوصلكم وياه، يعني ما قلتوا هاي الناس منين تجيبه، شنو دول شلون عملوا شلون آلية عملهم، صراحة ما أعرف. نعم، خليك ويا عباس، خلينا ننتقل إلى علاء. مرحبا علاء. حياكم الله أستاذ، أهلا ومرحبا. حياك الله علاء. أنت إيش قد يعني خدمتك بهذا المجال بتاكسي بغداد؟ يعني القرار هل تعتبره أنه قرار مثل ما ذكر قبل قليل زميلك عباس بأنه ربما أكو شبهات تدور ولذلك يعني أغلقت الشركة، وإحنا يعني بالنسبة لنا متعاقدين مع مستثمر مو ويا وزارة النقل بشكل عام، هذا القرار أنتم شلون أثر عليكم؟ حياكم الله أخي العزيز، يعني أرجو من جناب الكريم أن تعطيني متسع من الوقت. تفضل. فلأثبت لك أن القضاء العراقي هي من غيرنا. أولا، أنا كسائق في مطار بغداد في مشروع السيارة الحكومية التابعة إلى الشركة العامة. علاء لو سمحت ولو أقاطعك، إذا ممكن بس قرب المايك على وجهك لأن الصوت يعني دا يتقطع. تمام، أنا آسف. حقيقة أود أبين في وزارة النقل من غيرنا. أي. أولا، السيارة العجلة هي تابعة للشركة العامة للمطار. ثانيا، التخويل الذي أقوله أنا وأقود السيارة هو صانع من وزارة النقل الشركة العامة للمسافرين والوفود. زين. وأستطيع أن أنهيك أيام بالمشاهدين عليه شعار وزارة الشركة العامة للمسافرين والوفود. زين. وأيضا شعار العام إضافة إلى ذلك، النقل الذي يتم أجور النقل من المسافر. زين. وزارة النقل والشركة العامة للمسافرين والوفود
يعني أفتهم منك وقت الرسميات حتى يتخلصون من الموضوع يقولون ذول تابعين لنا، وقت ما يبطلوكم يقول لك أنت مو تابع لنا، أنت تابع لمستثمر، وروح لمشكلتك ويا المستثمر. يا سيدي يعني أود أن أوضح أمر معين. يعني مع الأسف وجدنا مع القطاع الاستثمار وجدنا ما لم نجده مع الحكومة العراقية. يعني نحن ما سبق قطاع مع أحد المستثمرين كنا وضعنا تقريبا مستقر، نعمل نقدم إيراد نستلم مستحقاتنا ليس لدينا مشاكل. لكن على تجد عندما انتهى عقد مشروع تكسير بغداد تحولت العجلات إلى يعني مسؤولية وزارة النقل أو الشركة العامة للمسافرين والوفود، تفاجأنا أن يهتموا بنا ويتعاملوا معنا بشكل قانوني. قدمنا لهم إيرادات خمس سنوات من عقد، تفاجأنا بأنهم يقومون بفسخ العقد معنا غير طيب المبالغة. السبب برأيك شنو فسخ العقد؟ ليش فسخوا عقدكم؟ يعني حسب ما أعتقد يعني إنه الموضوع تحول بعض الشبهات المادية لعله. زين أنتوا شو عليكم؟ يعني على المشروع على شبهات، أنا شو علي كسائق؟ سيد الفاضل خل أوضح لك القضية. ايه؟ هو المشروع المشروع هو السائق، السائق هو المشروع. السائق هو الذي يقدم الإيراد، السائق هو الذي يقدم الإيرادات العالية لوزارة النقل. المستثمر حلقة وصل لا أكثر ولا أقل. أنا الذي أدير عملة، أنا الذي أدير عجلة العمل. فتفهمني، أنا الذي أتعرض للبرد، أنا الذي للحرب، أنا الذي أتعرض للتعب، أتعرض للسهر لكي يقدم إيراد إلى وزارة النقل باعتبار أن أحد أبناء البلد. أنا الذي خسرت خمس سنوات من عمري في مجال نقل المسافرين، واليوم خاطبني أحد المسؤولين في وزارة النقل أو الشركة العامة للمسافرين والوفود ويقول ليس لك حق لدي بأي حق، أعطني الخمس سنوات التي خسرتها معك عمري، أين أذهب أنا الآن؟ أنا بصفتي كسائق قدمت إلى وزارة النقل الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود 55 مليار دينار عراقي خلال مدة عملي، ما يقارب 150 سائق كنت أنا كسائق أدفعها من إيرادي إلى موظفين وزارة النقل. وزارة النقل تتنصل عن حقها تجاهي بأي حق تحت أي قانون؟ حقيقة يعني في زمن الوزير السابق الأستاذ عبد الله العيبي تظاهرنا وحتى ناشدنا في إحدى الصحف العراقية، ناشدنا إلى السيد المدير مدير العام الشركة العامة لنقل المسافرين والوفود والسيد الوزير وقلنا له هناك فساد، وأنا أقصد بالفساد أننا سوف نقال في حال انتهاء عقد مشروع تاكسي بغداد، أنجدونا، قدموا لنا المساعدة، نحن أبناءكم. أخي العزيز سيد الفاضل، اليوم عندما الأب عندما يرى أبنائه متفوق بالدراسة ويحقق درجات عالية، هل يدعمه لكي يصبح منتج في المجتمع أن يصبح هو عن العمل؟ أجبني بالله عليك، أجبني. يعني إذا أجيبك يعني بمنظور الحكومة أقول لك راح يسقطوه طبعاً هذا الإبن، لأنه باشر يكبر ويصير أحسن منهم ويبني البلد، بينما إذا تحكي لي على أب وابنه بالتأكيد يعني راح يدعمه. في الحالة القديمة في الحكومات يعني السابقة أي موظفين الأشقاء العرب الأشقاء المصريين أو العرب الباقين والأردنيين كانوا يعملون في العراق أي وقدموا إن العراق، لكن حكوماتهم دافعت عنهم وأعطتهم مستحقاتهم وهم الآن على ما أعتقد يستلمون رواتب أو منحة أو هكذا قبيل. زين لماذا ما يصل الموضوع إلى أبناء البلد إلى أبناء الشعب المضطهدين المظلومين يتجاهل المسؤولين؟ أي بأي حق؟ خليني أرجع لك فد شوية علاء لأنه طولت على عباس، خليني أسأل عباس سؤال أخير وأختم وياه. عباس يعني كم يعني أجرة الركوب من مطار بغداد إلى باقي محافظات باقي مناطق بغداد؟ هل هي أجرة ثابتة أنتوا تحددوها لو هو يقص وصل ويجي بس يصعد؟ هذا محمد العزيز، احنا بالنسبه لاليه العمل اللي صارت هذا الرسم اللي خلته وزاره النقل هي طبعا بدايه المشروع كان نقل المسافرين من الصاله وبالعكس 10,000 الى ساحه عباس زين كل نفر
خارج المطار يعني بالنسبه للرصافه كانت 90,000 دينار بالنسبه للمينيباص 90,000 ما يخص التاكسي كانت 55,000 دينار. اي زين انتوا هاي هاي كلها الفلوس ما لكم منها شيء، انتوا لكم راتب بالنهايه صح؟ نعم نعم استاذ محمد، احنا كنا نتعاطى راتب من المستثمر. اي بالنسبه للايراد كان يروح للشركه العامه لنقل المسافرين والوفود. نعم. اي بعد ما انتهى العقد وانفسخ العقد مع مشروع تاكسي بغداد، الان يعني نقل المسافرين من ساحه عباس احنا نزلنا الاجور بزمن عبد الله العيبي باتفاق وزير النقل والاستاذ المستثمر بالنسبه له، نزلوا الاجور 5,000 دينار ينقل المسافر من ساحه عباس الى الصاله. زين هاي الجهه المستثمره اللي انتم تابعين لها ما معلومه؟ انتم بس يقولوا لكم انه احنا جهه مستثمره، ما عندها اسم، ما عندها مكان مقر؟ لا طبعا طبعا استاذ محمد، المستثمر بالنسبه له موجود ولحد الان موجود رجل، وما يعني رجل موجود ونعرفه حق المعرفه، ما عندنا اي مشكله يمه. يعني هو عباره عن رجل مستثمر بالموضوع ومشغلكم؟ نعم مستثمر ادار العمل خلال 5 سنوات، يعني بالنسبه احنا لنا عملنا 5 سنوات باداره المستثمر. نعم شكرا لك يا عباس الدراج لمشاركتك. انا اعود الى علاء. علاء، يعني موضوع النقل ربما مثل ما ذكر بعض المتظاهرين من غطينا تظاهراتهم اليوم، انه يعني صار الموضوع يعني مكلف بالنسبه للمسافر، لو تتوسع لنا بهذا الموضوع تشرح لنا شلون مكلف بالنسبه للمسافر. اخي سيد الفاضل، ما في حقيقه يعني لست من القائمين عليها لكي أدلي بتصريح لك. ثانيا، هذه الأرقام، هذه التسعيرات هي تأتي من قبل وزارة النقل والشركة العامة لنقل المسافرين والوفود. والسائق له أن يطيع في هذا المجال. حقيقة فيما سبق كانت الأجرة للنفر الواحد 10,000 دينار داخل المطار، من وإلى داخل المطار. لكن تم وحقيقة يعني سارت الأمور بشكل سلس ولم نعترض على التخفيض لان هذا خاصه حتى يعني قطاع الاستثمار بالعكس نعترضه. زين العفو، لو قلتي انه هذا يعني مو باب مجالك بس يعني هو ردت يعني ادخل به الى سؤال اخر، وهو انه الان وزاره النقل قالت انه انا راح اباشر بفتح باصات وربما هي ارخص وربما تكون مجانيه. سيد الفاضل، يعني كل مطارات العالم هناك ناقل وطني وهناك ناقل استثماري او شركات اهليه، والمسافر في النهايه هو سيد. لكن الحقيقه يعني خلال خبرتي وعملي في المطار لمده 5 سنوات اعتقد ان قضيه الباصات المتفرقه هذا امر غير ناجح وليس ولا يقدم خدمه للاتفاقيه. انا اليوم يعني اريد ان اصطحب زوج واولاد مسافر، لا العناء العلاوي في وسط الاسواق والجماهير وانا حامل حقائب روايه وبعد هناك في المطار على شنو؟ انا دافع فلوس تذكره وفي الامور اودع على سياره المطار تجي عدد مكرم افضل محافظ شارع واصير فرجه وعرضه للرايح والجاي والجنطي والقاضي. ما اعتقد يعني ما راح تجيب في الجدوى يعني هالموضوع، لا ما اعتقد. زين طيب تظاهراتكم تتوقع انه راح تجيب نتيجه؟ هذا اعتصامكم وقعدتكم قدام وزاره النقل والوزاره تقول لك انه انا خلص يعني بعد ما حاجه لتاكسي بغداد، انا راح افتح مشروع جديد، انا راح اسوي نقل، انا راح اسوي كذا، يعني ممكن اعتصاماتكم تجيب نتيجه يخلوكم بقطاعات اخرى، ولا يقول لك انت متعاقد مع مستثمر، يعني انا بالنسبه لي انت مو موظف عندي. سيد الفاضل، أنا اليوم شعب، أنا اليوم أهل هذا البلد، أنا اليوم الشعب والحكومة في خدمة. أنا قدمت 5 سنوات من عمري في مجال خدمة المسافرين في مجال شعبي تحت غطاء وزارة النقل. يجب على وزارة النقل أن تنفذ لي وتنفذ لي مطالبي، أتفق عليها. نحن أبناء البلد، خلاص
البلد في وضع اقتصادي متردي إلى الفاضل. أنا لا أريد راتب ولا أريد درجات، أنا مشروع إنتاجي، أنا أقدم إيراد الحكومة العراقية، وزارة النقل الرواتب موظفينها من عند تاخذ. أنا اليوم مو عالة على الحكومة العراقية، أنا اليوم منتج، أنا اليوم جاي أقدم إيراد، أنا اليوم ما أطلب راتب من يمهم، أنا أطلع راتب وأنا أتحمل كافة المسؤولية، لكن لا تقطع خلينا أواصل صحيح. الضابط اللي ضايق وجه إلينا تهجيل عشائري من عام الشركة العامة للمسافرين والوقود، تهجيل عشائري قلم وناشدة تنجدنا به بدل من أن يسمع ويلبي مطالبنا يودينا تهجيل عشائري في أي دولة إحنا عايزين في أي حقيقة. يعني شنو؟ من وجه رسالة إلى السيد رئيس الوزراء قال مصطفى أن ينظر في موضوعنا أما ولها قوانين أما مجتمع عشائري ونقعد بديوانة هنا ونحل قضايانا. نعم شكرا لك على الحيدر لمشاركتك معنا. قاسم الغراوي ايضا ممثل عن متظاهري سواق بغداد، مرحبا قاسم. اهلا وسهلا استاذ، الله يسلمك، السلام عليكم. يا هلا بك قاسم، شنو سالفه القوامه اللي هددوكم بها؟ السلام عليكم استاذ محمد، واشكر قناتكم قناه الفلوجه. يا هلا بك. والكادر مالك اللي اوكبوا المتظاهرات من وزارة النقل والمواصلات، ونشكركم جزيل الشكر. هذا واجبنا. ومن سواق تاكسي بغداد. الله يحفظك استاذ قاسم، هذا واجبنا ما نستحق عليه الشكر، بالعكس يعني اذا قصرنا المفروض يعني تحاسبونا. جزاكم الله خير الجزاء، جزاكم الله خير الجزاء. جزاك. اي كنت سالتك على القوامه اذا عندك يعني علم بها، يعني واحد من مدراء العامين هددكم بالقوامه. صراحه القوامة بصراحة أنا ما متواجد ولا عندي علم بالقوامة. الله يعافيك. زين أولاً، ثانياً إحنا بيوم الاثنين اللي كان لقائنا ويا شو اسمه سيادة الوزير على أساس بس الثاني المفاوض شو اسمه المفاوض مالته هو والمدير مالت النقل والمواصلات اللي هو الأستاذ كريم. بعدين قلنا له أستاذ إحنا صار لنا 6 أشهر الناس هاي ما عندها لا حول ولا قوة، وعندنا من الثالث لحد السادس السابع والثامن احنا قاعدين وناس احنا عندنا عوائل وكلهم عندهم عوائل ومرتبطين بمصاريف، احنا ليلة ويوم رأسا قاعدنا. زين قال هذا مو بيدنا، هاي جائحة، والجائحة استمرت على كل قلنا لما يخالف. احنا عندنا لقاء كان ويا استاذ كريم تقريبا في 2019 اللي هي الشهر الخامس او الرابع، ووعدنا الرجل جزاه الله خير على اساس 400 درجه وظيفيه وقال يابا احنا بنناصف وياكم، وهم قبلنا بالقرار مالت المناصف، اما يخالف عمي قلنا له. هاي كلها وعود ولحد الان ما طبقت اي وعود من الوزاره. احنا نقول انتم يا مسؤولين يا اخواننا يا اهلنا، احنا نقول احنا ولدكم. زين استاذ قاسم، يعني هل نعم. مقنع كلام انه بسبب جائحه كورونا والله انا راح اقعد؟ انتم ايش قد عددكم استاذ قاسم تقريبا؟ والله تقريبا احنا 350 الى 400، يعني خلينا نقول 350. هل من المعقول انه يعني جائحه كورونا تقعد 350 شخص بنفس الشركه يشتغلون، وربما شغل حتى بالجائحه ما وقف، المطار بقى يشتغل، ناس طالع، وهذا عنده استثناء وهذا عنده طيارة خاصة وهذا عنده ما أعرف إيش، والنقل مستمر، يعني هل معقولة يعني يوقف شغلهم ويقول له والله بسبب الجائحة أقعد؟ طيب خلصت الجائحة والطيران ده يرجع شوية شوية، خلي رجعك أكيد. هو هذا الحكي، هو هذا الحكي المنطقي، بس إحنا نشوف بعض المسؤولين الكبار، نشوف المسؤولين الكبار اللي يقول ليش تشلبون بالوظائف الحكوميه، اكو قطاع مختلط اكو قطاع خاص، ليش ما تشتغلون ب زين؟ راسا من وقفوا راسا عافوا القطاع المختلط وعافوا القطاع الخاص، وهسه قاعد الموظفين اللي هو هم قاعد حالي حاله اللي هو قبل شو اسمه الدوله قاعد يسلمون راتب واحنا بدون راتب. تشجيع لمن يعتجي؟ زين احنا لازم نطالب بحقوقنا على مستثمرين. زين تتوقع الكلام اللي منتشر عن موضوع المستثمر بتاكسي بغداد صحيح بانه اكو شبهات فساد وانه الفلوس يعني مدى تروح للدوله وارداتها وما الى ذلك، لذلك قرروا انه يغلقون المشروع؟
والله هي تاكسي بغداد على حال كل الدوائر الحكومية وعلى حال كل الوزارات يعني. أي. يعني عندما أنت اخترت وتحت المسؤولين يقررون يحترفون أنه أكو فساد كل الدوائر الدولة بدون استثناء، ورئيس الوزراء يطلع بكل اللقاءات يقول أكو فساد، والبرلمان 370 شخص يطلع بالتلفزيون يسوون وياهم لقاء يقول أكو فساد بكل الدوائر. يعني أنا نزل لك كيرتك في بغداد ما أعرف لأنه صدق ولا تصدق. أي زين، طالما انتم خلينا نفترض انه هاي الفرضيه اللي قالوها صحيحه وانه اكو فساد بموضوع شركه تاكسي بغداد، انتم يعني عندكم هويات ما نلمس شيء تمام بغض النظر ان كان صحيح او لا، انتم مو عندكم هويات من وزاره النقل؟ ايه احنا عندنا هويات بوزاره النقل وعندنا باجات بوزاره النقل. طيب ما يحولك على الملاكات الاخرى لوزاره النقل، اكيد محتاج يعني هسه باشر عقبه قال انا راح افتح باصات وانقل بها المواطنين من المسافرين، خوبي يرجع يعينكم على الوزاره على نفس الشغل؟ استاذ محمد احنا بالنسبه ان سواقتك في بغداد محمد. اي ويا يعني بالنسبه ان سواقتك في بغداد 400 550 سياره موجودات واقفات هسه اكلهم التراب اللي هن بالجراج. اي وصار لهم تقريبا مثل ما احنا قعدنا هن قعده زين. الادهى من ادهى انه وزاره النقل بعظمتها قاعد تطلع للفحص بالسيارات يجردون التايرات ويجردون الجام ويجردون الحديد اللي موجوده، مع الاسف ما يجردوننا احنا كاشخاص اللي صار لنا 5 سنين نشتغل وصاحبين عوائل ما يفكرون بينا مثل ما يفكرون بحديده موجوده بمطار بغداد الدول. هي هاي سيارات مو لكم مو استاذ قاسم؟ سيارات تابعه لل نعم السيارات ما تابعه لكم، السيارات تابعه للمستثمر. مو لا سلموها وزارة النقل هي هاي، لا شو اقول لك انا اقول لك سلموها وزارة النقل وكتابنا وكتابكم ويومية لازم تروح على مود تشوفهم على مود سيارة موجودة بالجراج واكلها التراب. مع الاسف انه ما ينظرون بحالنا احنا كناس صاحبين عوائل صاحبين رزق بيها صار لنا 5 سنين ولا ربع كتاب وصل، قالوا هذول اللي كانوا موجودين بالسيارات وين صاروا؟ نعم. على اثرها احنا طلعنا الناشد وزاره النقل. نعم. وزاره النقل جزاكم الله خير الجزاء وش اسمه قناه الفلوجه اللي واكبت الحدث وطلعت بال ويا اخوتنا هسه القاعده وجزاكم استاذ قاسم هذا واجبنا كل الطيبين واحنا نتشرف بخدمتكم. شكرا لك لمشاركتك استاذ قاسم الغرام مثلا عن متظاهري سواق تاكسي بغداد ومشاركتك ويانا. انتهت حلقتنا، نشكر لكم طيب المتابعه، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.